أنا أقول الحمد لله والشكر. إحنا قلنا في بداية، تذكرون في بداية العمل إحنا مع الشراكة، قلنا هذه هذا الموسم ما راح نقدر نسير بخطوات اللاليغا أو بمعايير اللاليغا، بسبب أنه العقد صار في فترة قصيرة قبل بدء انطلاق الموسم الكروي. لكن إحنا قلنا هذا الموسم اللي إحنا بيه راح يجي القادم إن شاء الله، موسم 25-26 سيشهد عمل بشكل أكبر بتطبيق معايير رابطة دوري المحترفين اللاليغا. لذلك شفنا أنه الآن يمكن شفتوا في حديثي، سمعتوني دا أتكلم عن تطوير كل البنى التحتية، تطوير عمل، تطوير رزنامة الدوري، دراسة كل المعوقات والمشاكل اللي حدثت خلال هذا الموسم من أجل تجاوزها في الموسم القادم. موضوع النقل التلفزيوني نعطينا صورة واضحة وين نريد نوصل. ذكرت هنالك يعني حتى مفاتحة شركات أو قنوات عالمية. ولذلك قلت لك أكو شغل كبير. إحنا وشريكنا الحقيقي نتمنى أن نوصل إلى اتفاقات مهمة، ولكن في نفس الوقت أتمنى من كل شركاتنا المحلية دعم هذا المشروع الوطني الكبير من خلال رعاية دوري المحترفين اللي يستحق أن يدعم من قبل شركاء الوطنيين الحقيقيين اللي هم شركاتنا الكبرى ورجال أعمالنا. كابتن أكيد جمعك حديث مع تيباس، شنو الانطباع اللي أخذ تيباس عن التطور الحاصل في الدوري هاي أول سنة؟ قلت لك هو فرحان، أنت تشوفه هو الرجل هو فرحان أنه، ولكن أنا أعلم وهو يعلم بأننا ما نزال في بداية الطريق، ونحتاج إلى عمل كبير حتى نوصل إلى المستوى اللي إحنا نطمح لتحقيقه، واللي هو الوصول لأن يكون دورينا واحد من أفضل الدوريات في المنطقة العربية. أيضا أنا تذكرون إيش قلت هو فاجأني أنه يعني أنتوا لازم تكون، إحنا مقبلين على مرحلة مهمة، هاي المرحلة تحتاج شنو؟ تحتاج تعاون وتضافر جميع الجهود، وأهمها وواحد من ركائزها هو الإعلام. نعم. اللي يجب أن يكون هو المرآة الحقيقية لنا في تقويم كل أوضاعنا من دون المس بأي شيء ولا بحرية الإعلام. كابتن عدنان، ربما الجميع يتساءل على ما على أرضية ملعب المدينة اللي يعني أنا حقيقة تفاجأت، أكو مشكلة بالملعب، يجب بحث هذه المشكلة من قبل الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة ومن قبل الشركة المنفذة. أنا البارحة مستاء جدا لأن مستوى النقل العالمي، أنا لو أعرف أنه أرضية الملعب أنا ما أعرف شفتها إلا قبل يوم، أنا ما كنت متوقعها بهذا السوء، لأن الفترة الأخيرة أنا أسافر، يعني أسافر بالتزامات عندي رسمية، لذلك ما متابع حركة الملعب، لكن من شفتها قبل بيوم حقيقة الله يساعدك اتفاجأت. لذلك تشوف حتى البارحة كنت يعني حزين بعض الشيء في ما يخص أرضية الملعب، لأن حتى اللاعبين ما قدروا يمشون كرة بطريقة صحيحة، ما يقدر يسوي دريبل، ما يقدر هاي. إحنا ممكن كل شيء نسوي يا أخوان. أنا خلي بس أردكم شغلة واحدة تخلوها في حسابات، أنه إحنا العراق قادرين على عمل كل شيء في كرة القدم، ليس في كرة القدم، في كل شيء، لأننا نمتلك من المقاومات والإمكانيات ما تمتلك دول مجتمع. إرادة أن نتعاون سوا، وإرادة أن تكون أدنى إرادة حقيقية ونضع استراتيجيات واضحة لأجل تحقيق ذلك.